بارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل ناس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن آثامنا، يا قدوس افتقدنا واشفي أسقامنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ألم نسجد ونركع لله ملكنا، ألم نسجد ونركع للمسيح الإله ملكنا، ألم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. في دعائي سمعت لي يا إله بري، في الضيق فرجت عني. ارأف بي واستمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجيبا. الرب يستمعني عندما أصرخ إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، ما تقولون في قلوبكم؟ اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة بر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات. ليرتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت قلبي سرورا يفوق سرورهم عندما تكثر غلط حنطتهم وخمرهم وزيتهم. حالما أضجع وأنام بسلام، لأنك أنت يا رب وحدك في الطمأنينة تسكنني. الساكن في كنف العلي يقيم في حمى إله السماء، يقول للرب أنت ناصري ومجئي، إلهي الذي عليه أتوكل. هو ينجيك من فخ الصيادين ومن الوباء الفتاك. بمنكبيه يظللك وتحت أجنحته تعتصم. يحوزك كسلاح حقه، فلا تخاف من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسري في الضباب، ولا من عدوى تجتاح عند الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وعن يمينك ربوة، وأما إليك فلا يقربون. بل بعينيك تشاهدون ترى مجازات الخطأ. لأنك قلت أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك. لا تدهمك الشرور ولا تدنو ضربة من حبائك. لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك. على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. تطأ الأفعى والثعبان، تدوس الأسد والتنين. أنجيه لأنه توكل علي، وأوقيه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. أنتشده وأمجده، من طول الأيام يشفعه وأريه خلاصي. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله.
هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وإلى دهر الدائرين آمين. إن الله معنا فاعلموا أيها الأمم والهزيم لأن الله معنا. اسمعوا إلى أقصى الأرض لأن الله معنا. أيها الأقوياء الهزيم لأن الله معنا. لأنكم وإن قوي أيضا ستغلبون لأن الله معنا. أي مشورات عقدتم يبددها الرب لأن الله معنا. أي قول قلتموه لا يثبت فيكم لأن الله معنا. لا نخاف خوفكم ولا نضطرب لأن الله معنا. وإنما نقدس الرب إلهنا ونخافه لأن الله معنا. كان لي قداسة لأن الله معنا. سأتوكل عليه وأخلص به لأن الله معنا. أنا ذا والأبناء الذين أعطيناهم الله لأن الله معنا. أيها الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما لأن الله معنا. نحن السالكين في بقعة الموت وظلاله يشرق علينا نور لأن الله معنا. لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا ابن لأن الله معنا. صارت رئاسته على كتفه لأن الله معنا. لا حد لسلامه لأن الله معنا. يدعى اسمه رسول المشورة العظيمة لأن الله معنا. عجيبا لأن الله معنا. إلها قويا مسلطا لأن الله معنا. رئيس السلام أبا الدهر الآتي لأن الله معنا. إن الله معنا فاعلموا أيها الأمم وانهزموا لأن الله معنا. إذ قد عبرت النهار أشكرك يا رب وأطلب إليك أن يكون مسائي وليلي بلا خطيئة،
فاستجب لي يا مخلص وخلصني. المجد للآب والابن والروح القدس، إذ قد عبدت النهار أمجدك يا سيد، وأطلب إليك أن يكون مسائي وليلي بلا عثرة، فاستجب لي يا مخلص وخلصني. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إذ قد عبرت النهار أسبحك يا قدوس، وأطلب إليك أن يكون مسائي وليلي بلا مكيدة، فاستجب لي يا مخلص وخلصني. إن طبيعة الشيروبيم التي لا جسد لها تمجدك بتسبيح لا تنقطع، والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يرفعونك بأصوات دائمة، وكل جند الملائكة يحمدونك بنشائد مثلثة التقديس. فإنك قبل كل شيء أيها الأب الحق، ولك ابنك الأزلي معك، وتحمل روح الخيا مساويا لك في الكرامة، فتظهر أن الثالوث غير متجاز. جميع أجواق الأنبياء والشهداء، بما أن لكم الحياة الخالدة، تشفعوا فينا كلنا بلا انقطاع، لأننا جميعا في الشدائد، حتى ننجو من ضلالة الشر، فنهتف بنشيد الملائكة، قدوس 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 أيها الرب المثلث التقديس، ارحمنا وخلصنا آمين. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي لها في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا وفي خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس المنحي فألم وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس، الرب المحيي المنتفخ من الآب الذي هو مع الآب، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة.
أياتها السيدات الكبيلات القداسة والدات الإله تشفعي فينا نحن الخطايا. يا كل القوات السماوية الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين تشفعوا فينا نحن الخطأ. أيها القديس يوحنا النبي الصادق ومعمد ربنا يسوع المسيح تشفع فينا نحن الخطأ. أيها القديسون المجيدون الرسل والأنبياء والشهداء ويا جميع القديسين تشفعوا فينا نحن الخطأ. ويا أبانا اللابسين الله والرعاة ومعلمين مسكونا تشفعوا فينا نحن الخطأ. أيها القديس المجيد جوارجيوس شفيع هذه الكنيسة المقدسة تشفع فينا نحن الخطأ. يا قدرة الصليب الكريم المحيي الإلهية التي لا تقهر ولا تدرى لا تخذلينا نحن الخطأ. اللهم اغفر لنا نحن الخطأ وارحمنا. أنر عيني أيها المسيح الإله لئلا نام نومة الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت عليه. المجد للآب والابن والروح القدس. اللهم كن نصيرا لأني سالك فيما بين فخاخ كثيرة، فانقذني منها وخلصني أيها الصالح بما أنك محب للبشر. ألا أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين، إذ ليس لنا دالة من أجل خطايانا الكثيرة. فتضرعي أنت إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء، لأن طلبة الأم لها قوة عظيمة على استعطاف السيد. فلا تعرضي عن ابتهالات الخطأ يا جزيلة الوغار، لأن الذي قبل أن يتألم بالجسد من أجلنا رحيم وقادر أن يخلصنا. صفحة 22 كلنا سوا. يا رب يا رب يا من أنقذنا من كل سهم يطير في النهار، أنقذنا من كل عائق يسري في الدنيا، واقبل رفع أيدينا ريحة مسائية، وهنا أن نجوز مرحلة الليل بلا لوم من غير أن تنالنا المساوئ، وخلصنا من كل اضطراب وهول يأتينا من الشيطان. هب لنفوسنا انسحاقا ولأفكارنا اهتماما بفحص دينونتك الرهيبة العادلة. سمر أجسادنا بخوفك وأمد أعضاءنا التي على الأرض لكي نستنير في هدوء النوم بتأمل تدابيرك. أبعد عنا كل تصور لا يليق وكل شهوة مضرة، وأنهضنا في وقت الصلاة مرتدين في الإيمان وناجحين في وصاياك، بمسرة وصلاح ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسم الله.
بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. إخوتي الأحباء رح نتابع بعد ما شفنا بالأسبوع الماضي طلقتين صغار بالنشيد معكم صفحة 3 ابتهالي للروح القدس. نشيد ابتهالي للروح القدس كنا حكينا الحاضر في كل مكان، والنقطة الثانية اللي عالجناها والمالئ الكل. اليوم بدنا نشوف القسم الأخير من هذا النشيد اللي هو هلما واسكن فينا. نقطة الثانية وطهرنا من كل دنس أو من كل خطيئة، والنقطة الثالثة خلص أيها الصالح نفوسنا. إذا عندنا ثلاث أفعال، عندنا أول فعل استدعاء الروح القدس هلما واسكن فينا، وعندنا خلص، عندنا طهر، وعندنا خلص. عندما نتضرع إلى الروح القدس هلما واسكن فينا، ما نعرف أنه نحن بأهم مرحلة من مراحل النشيد، يعني الشيء اللي بيسموه باللاهوت الإبيكلاز، كلمة يونانية. الإبيكلاز هي لحظة استدعاء الروح القدس. نحن عم نستدعي كجماعة، عم نستدعي الروح القدس لكي نصبح عنصرة، لكي نصبح كنيسة. ما منقدر نكون كنيسة نحن من دون فعل الروح القدس وحلوله. حلول الروح القدس علينا هو الذي يجعلنا كنيسة، وهذا اللي بيفرق بين حي لا تجمع نحن عاملينه هوني أو تجمع بيتظاهروا برا. حلول الروح القدس هو اللي بيخلينا نصير جماعة مصلية، جماعة مسيحية، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. هلا عنا 50-60-70 يمكن بالكنيسة، اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون بوسطهم. إذن حضور السيد المسيح، حضور الروح القدس أساسي في الجماعة. حتى لو الخوري موجود، ولو المطران موجود، ولو الشعب موجود، ما بيعملوا جماعة كنسية. الجماعة الكنسية تتحقق من خلال حضور الروح القدس وسط الجماعة. هلما واسكن فينا، كل مرة ما نصلي ما نقول هذا الدعاء هلما واسكن فينا، نعمل إبيكلاز. الخوري بالقداس بيعمل إبيكلاز، يقول أرسل روحك القدوس على هذه القرابين، علينا وعلى هذه القرابين، حتى تتحول إلى جسد المسيح ودمه. هون كل الجماعة تصبح مثل الكاهن، تصبح جماعة كهنوتية، كل سوا تستدعي الروح القدس. إذن هلما واسكن فينا، مش إنه تعال هون بين البنوك وبين المقاعد، لا، هلما واسكن فينا بده يدخل بحياة كل واحد منا الروح القدس، حتى يجددنا، حتى يجعل منا كنيسة. كيف أنا بدي يصير كنيسة، كيف كل واحد منكم بده يصير كنيسة. إذن هلما واسكن فينا، هون منتقل للنقطة الثانية، طهرنا، طهرنا من كل دنس، لأنه بحاجة نحن من كثر خطايانا، من كثر الأشياء المنة مزبوطة اللي بنعملها بحياتنا، بحاجة إنه الروح يطهرنا. لهالسبب منصلي المزمور 50، ارحمني يا الله، دبهولوا هذا هلأ ما نقوله بعد شوية، ارحمني يا الله بعظيم رحمتك، اغسلني، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني، غسلني، حطني بالغسالة، لأنه ما عم بنضف. قد ما في أدران وقد ما في أوساخ بحياتي، بدي غسالة تغسلني. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني. وبوسط المزمور نقول له قلبا طاهرا، قلبا طاهرا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي. إذن عملية التطهير هي عملية إلهية، مش أنا إذا صمت أو عملت سجدات، عملت ميطانيات كبيرة، أو بقوم بالليل حتى أصلي،
أو ما بعرف بقى بتصدق للآخرين هاي اللي بتطهرني. لا، حضور الروح بحياتي وحضور الروح في قلب كل واحد منكم هو الذي يتمم عملية التطهير. قبل مناولة من حل أنهم نقرأ لنا شوية صلوات حتى أقدر كون طاهر وتقرب من المناولة، لا، مش أنت اللي بتطهر حالك. حضور الله في داخلك هو الذي يطهرك. والنقطة الأخيرة، الفعل الأخير، خلص أيها الصالح نفوسنا. مش بس السيد المسيح خلصنا، مش بس السيد المسيح خلصنا، كمان الروح القدس له دور في خلاص الإنسان. وهذه الناحية الإلهية قلت لكم من 3-4 أسابيع أنه أيها الملك السماوي المعزي بتدل على ألوهية الروح القدس، ولكن عندما نقول للروح القدس خلصنا يعني الخلاص ما بيقدر يحققه إنسان. بقلنا الرسول بولس بالرسالة خلصنا لا اعتبار لأعمال بر عملناها بل بمقتضى رحمته. مش لأني كنت عم بعمل أعمال بر الله خلصني، أنا قبلت الخلاص، السيد المسيح مات عني، الروح القدس نزل على الكنيسة. الروح القدس إذن عنده أيضا دوره في الخلاص. أيام مننسى منخمن أنه سيد المسيح عنه انصلب مات وقام تم الخلاص، لا، الروح القدس له دور في الخلاص. إذن هذا النشيد بحطه بقلب كل واحد منكم، وبدي إياكم أترجاكم تحفظوا عن غايب قبل أشغالكم، عشية قبل ما تناموا، الليلة كل واحد منا قبل ما ينام الليلة يقول ما بدي صلي غيره. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا، طهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. أمين. صفحة 23. هلموا نسجد ونركع لله ملكنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح الإله ملكنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك، أمحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك خطئت وأمامك الشر صنعت، لكي تظهر عادلا في أقوالك وزكيا في قضائك. ها أنا ذا في الآثام حبل بي وفي الخطايا حملتني أمي. ها إنك أحببت الحق واكشفت لي عن مكنونات حكمتك وخفاياها. انضحني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أفضل من الثلج. أسمعني أقوال بهجة وسرور فتبتهج عظامي المذللة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو جميع مآثمي. قلبا طاهرا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس. رد لي بهجة خلاصك وبروح النشاط ثبتني. أعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيشيد لساني بعدك. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك. لأنك لو شئت ذبيحك لقدمت، لكنك لا ترتضي بمحرقات. إنما الذبيحة لله روح منسحق، لا يرضو الله قلبا منسحقا ومتواضعا. أحسن يا رب رضاك إلى سهيون وابني أسوار أورشليم. حينئذ ترتضي بذبيحة البر بتقدمة ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. كلنا سوا. أيها الرب القدير إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم الصديق، يا صانع السماء والأرض وكل زينتهما، يا مقيد البحر بكلمة أمرك،
ومغلق اللجة وخاتمها باسمك الرهيب المجيد. يا من يرتعش ويرتجف الجميع أمام وجه قدرته، لأن جلال مجدك لا يحتمل، وغضب وعيدك على الخطأ لا يطاق، ورحمة موعدك تفوق البحث ولا قياس لها. إنك أنت رب علي حنون طويل الأنات كثير الرحمة، ونادم على شرور الناس. أنت يا رب حسب كثرة جودتك وعدت الذين خطئوا إليك بالتوبة وبغزارة مراحمك رسمت التوبة لخلاص الخطأ، فأنت إذن يا رب إله الجواد. تكاثرت آثامي حتى لا أقوى على رفع رأسي وليس لي راحة، لأني آثرت غضبك وصنعت الشر قدامك، إذ لم أعمل مشيئتك ولا حفظت أوامرك. والآن أحني رقبة قلبي متضرعا إلى جودتك، خطئت يا رب خطئت وأنا عارف بآثامي، لكني أسأل متضرعا اغفر لي يا رب اغفر لي، ولا تهلكني بآثامي، ولا ترقب شروري ساقطا إلى الأبد، ولا تحكم علي في أسافل الأرض، لأنك أنت الله إله التائبين، وفي ستبدي كل صلاحك، لأنك ستخلصني بحسب كثرة رحمتك. أنا الغير المستحق، فأمدحك على الدوام طوال أيام حياتي، لأنها إياك تسبح جميع قوات السماوات، ولك المجد إلى دهر الداهرين. آمين. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا المجد للآب والابن والروح القدوس. ارحمنا يا رب، فإن عليك توكلنا، لا من أعدائنا، فإنك أنت إلهنا ونحن شعبك وجميعنا صنع يديك، واسمك الآن وكل أواني، وإلى دهر الدهر نومي. افتحي لنا باب التحنن يا والدة لأننا بالتكال نعمل.
وبك نخلص من كل المحن، لأنك أنت خلاص لجنس المسيحي. السيد الإله الآب القدير والرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس اللاهوت الواحد والقدرة الواحدة، ارحمني أنا الخاطئ وخلصني أنا عبدك غير المستحق بالأحكام التي تعلمها، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. أمين. هلموا نسجد ونركع لله ملكنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح الإله ملكنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. اللهم بادر إلى إغاثتي يا رب، أسرع إلى معونتي. طلب نفسي ويخجلوا ليرتد إلى الوراء المبتغون لي الأسواء وليفتضحوا. ليبتهج بك جميع ملتمسيك يا الله ويفرحوا. إنك أنت معيني ومنقذي يا رب فلا تبطئ. نباركك، نسجد لك، نمجدك، نشكرك لأجل عظيم مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الآب القدير، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس. أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الله الرافع خطيئة العالم، ارحمنا يا رافع خطايا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح، لمجد الله الآب. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رحم الجن كنت لنا جيلا فجيلا، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأني خطبت إليك. يا رب إليك لجأت، علمني أن أعمل مشيئتك لأنك أنت إلهي. لأن عندك ينبوع الحياة، منك معين النور، ابسط رحمتك للذين يعرفونك. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذه الليلة بلا خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح ومجد اسمك إلى الدهور. أمين. لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني رسومك. مبارك أنت يا سيد فهمني رسومك. مبارك رحمتك يا رب إلى الأبد، فلا تعرض عن أعمال يديك. بك يليق التسبيح، بك يليق النشيد، بك يليق المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوا الله في قديسين، سبحوا في جلد قوته. كيرية ديناميون سبحوا لأجل جبروته، سبحوا بحسب كثرة عظمته. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات
القوات ارحمنا. سبحوه بصوت البوق، سبحوه بالكنارة والقيثارة. كيري تنزيل بيوم مثي مولينوم آلون غارتو سوقيثو إثيك سسينو كيخونين. كيري تنزيل بيوم ليسوني سبحوه بالدفء ونشيد القرار. سبحوه بالأوتار والأرغن. يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات سبحوه بسنوج رنانة، سبحوه بسنوج التملي. كل نسمة فلتسبح الرب. كيرية ديناميون مذيمون يلوم آلون غاربتو سينو كخومن. كيرية تندينا ميون ليسون ماس. سبح الله في قدسي، سبحوا في جلد قواتي. يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس. يا رب لو لم يكن قدسوك شفعاءنا وصلاحك مشفقا علينا، كيف كنا نجسر على تسبيحك أيها المخلص الذي تباركه الملائكة بلا انقطاع. فيا عارف القلوب أشفق على نفوسنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد كثرت زلات جدا يا والدة الإله، فلجأت إليك يا نقية طالبا الخلاص. فافتقدي نفسي السقيمة واشفعي إلى ابنك وإلهنا أن يمنحني غفران ما اقترفت من القبائح. يا من هي وحدها مباركة، يا والدة الإله الكاملة القداسة، لا تهمليني مدة حياتي ولا تكليني إلى محاماة بشرية، بل انصريني وارحميني. بك أنوط كل رجائي. يا أم الله فاحفظيني تحت كنفيك. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. كيري ليسون، 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 كيري ليسون. يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. يا من هو في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد،
المسيح الإله الطويل الأناد الكثير الرحمة الجزيل التحنن المحب الصديقين والراحب الخطأ والداعي الكل إلى الخلاص بموعد الخيرات المنتظرة، أنت يا رب تقبل منا نحن أيضا في هذه الساعات الباطنة، ووجه حياتنا إلى وصاياك، قدس نفوسنا، نقي أجسادنا، قوم أفكارنا، طهر نياتنا، نجينا من كل ضيق وشر ووجع، حصنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نبلغ إلى وحدة الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المدرك، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأمجد بلا قياس من السيرافيم، يا من ولدت الله الكلمة ولبثت بتولا، إنك حقا والدة الإله، إياك نعظم. بسم الرب بارك يا سيد. يرف الله بنا ويباركنا ليضيء وجهي علينا ويرحمنا. أيها المسلمين حياتي لا تبلني بروح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام البطال، بل أنعم علي أنا عبدك بروح العفة والاتضاح والصبر والمحبة. نعم أيها الرب الملك، هب لي أن أرى زلاتي ولا أدين أخي، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. آمين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. نعم أيها الرب الملك، هب لي أن أرى زلاتي ولا أدين أخي، فإنك مبارك إلى دهر الداهرين. آمين. أيتها السيدة وعروس الله العذراء وقية الطاهرة التي لا عيب فيها ولا نقص ولا فساد، يا من بولادتك العجيبة وربطت بالسماوية طبيعة جنسنا المقصى، يا من هي وحدها رجاء اليائسين ومعونة المحاربين ونصيرة مستعدة للمسارعين إليها وملجأ جميع المسيحيين، لا تردليني أنا الخاطئ الرجس الذي دنس ذاته كلها بالأفكار والأقوال والأفعال القبيحة، ولخمول عزمه صار عبداً للذات الحياة، بل بما أنك أم الله المحب البشر تحنني بعطف علي أنا الخاطئ والابن الشاطر، واقبلي تضرع شفتي القدرتين وبدلتك الوالدية، ابتهلي إلى ابنك سيدنا وربنا أن يفتح لي أيضا أحشاء صلاحه العطوفة ويتجاوز عن زلاتي التي لا تحصى، ويردني إلى التوبة ويظهرني عاملا أمينا بوصاياه. وبما أنك رحيمة شفيقة محبة الخير، كوني دوما بجانبي، ففي هذا العمر الحاضر كوني معي كشفيعة ومعينة حارة تصد هجمات أعدائي وتهديني إلى الخلاص، وفي حين وفاتي كوني معي لتحدقي بنفس الشقية وتقصي عنها مناظر الشياطين الأشرار المظلمة، وفي يوم الدينونة الرهيبة كوني معي لتنقذيني من العقاب الأبدي وتجعليني وارثا لمجد ابنك وإلهنا المعجز البيان الذي أرجو الفوز به بوسطتك ونصرتك يا والدة الإله الفائقة القداسة سيدتي، بنعمة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي به يليق كل مجد وإكرام وسجود، وبأبيه الأزلي روحه القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وأعطنا أيها السيد نحن المنطلقين إلى النوم راحة الجسم والنفس، واحفظنا من رقاد الخطيئة القادمة، ومن اقمع ثورات جسدنا وأرقد كل عاطفة أرضية ومادية،
وهب لنا اللهم عقلا ساهرا وفكرا حكيما وقلبا قنوعا ونوما خفيفا معتقا من كل خيال شيطاني، وانهضنا في وقت الصلاة وارتدينا في وصاياك وذاكرين أحكامك على الدوام. أنعم علينا بأن نشيد لك كله بمجدك لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيتها الفائقة المجد الدائمة البتولية والدة الإله المبارك، قدمي صلاتنا إلى ابنك وإلهنا، واسأليه أن يخلص بواسطتك نفوسنا. الآب رجائي والابن ملجئي والروح القدس وقائي، أيها الثالوث القدوس المجد لك، بك أنوط كل رجائي يا أم الله، فاحفظيني تحت كنفك. السلام لجميعكم ولروحك. احنوا رؤوسكم للرب لك يا رب. أيها السيد الكثير الرحمة الرب يسوع المسيح إلهنا، بشفاعة سيدتنا الكاملة الطهارة والدة الإله مريم الدائمة البتولية، وبقدرة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة التي لا جسد لها، وابتهالات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح، والقديسين المجيدين الشهداء الضافرين، وأباءنا الأبرار اللابسي الله، والقديسين الصديقين جدي الإله يوكيم وحنه، وجميع قديسيك، اجعل طلبتنا مقبولة. آمين. وهب لنا غفران زلاتنا. آمين. واسترنا بستر جناحيك. آمين. واطرد عنا كل عدو محارب. آمين. واجعل السلام في حياتنا. آمين. وارحمنا يا رب وارحم عالمك وخلص نفوسنا، بما أنك صالح ومحب للبشر. باركوا أيها الأباء والإخوة القديسون، وسامحوني أنا الخاطئ. يغفر الله لك أيها الأب القديس. لنصلي لأجل سلام العالم. يا رب ارحم. لأجل ملوكنا الأتقياء العائشين في حمى الله. يا رب ارحم. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم. لأجل الغائبين من آبائنا وإخوتنا. يا رب ارحم. لأجل من يرحمنا ويخدمنا. يا رب ارحم. لأجل مبغضينا ومحبينا. يا رب ارحم. لأجل الذين أوصونا نحن الغير المستحقين أن نصلي لأجلهم. يا رب ارحم. لأجل نجاة الأسرى. يا رب ارحم. لأجل المسافرين في البحر والبر والجو. يا رب ارحم. لأجل الذين أقعدتهم الأسقام. يا رب ارحم. لنصلي لأجل وفرة غلال الأرض. يا رب ارحم. لأجل جميع المنتقلين قبلنا من آبائنا وإخوتنا الراقدين ها هنا وفي كل مكان الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. فلنقل أيضا لأجل أنفسنا. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. اغفر يا رب لمبغضينا وظالمينا، واحسن الى المحسنين الينا، وهب لاقاربنا ما يسالونه للخلاص والحياه الابديه، افتقد المرضى وامنحهم الشفاء، اهد المسافرين بحرا، رافق المسافرين برا وجوا، ناصر ملوكنا، وامنح الذين يخدموننا ويرحموننا غفران الخطايا. ارحم بعظيم رحمتك الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي لأجلهم. اذكر يا رب الراقدين من آبائنا وإخوتنا، وأرحهم حيث يتعهدهم نور وجهك. اذكر يا رب إخوتنا الأسرى، ونجهم من كل شدة. اذكر يا رب مقدم الثمار والمحسنين إلى كنائسك المقدسة، وأعطهم ما يسألونه للخلاص والحياة الأبدية. اذكرنا يا رب نحن أيضا عبيدك الأذلاء الخطأ غير المستحقين، وأنر عقولنا بنور معرفتك، واهدنا في سبيل وصاياك بشفاعة أمك الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية وجميع قديسيك، لأنك مبارك إلى دهر الداهرين.
عبيدك من كل شيء.